يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسه الدكتور مصطفي مدبولي تطورات الموقف بشان مواجهه فيروس في كورونا والاجراءات الاحترازيه التي يتم تنفيذها لمنع تزايد الاصابات بعد ان اتجهت للانخفاض خلال الفتره الماضيه كما يبحث المجلس موقف مواجهه مخالفات البناء في ضوء قانون تقنين المخالفات وطبقا للقواعد التي حددها القانون كما يناقش المجلس تطور العمل في المشروعات التنمويه والخدميه فضلا عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافه القطاعات بتحسين وتيسير الخدمات المقدمه للمواطنين هذا وعرضت وزيره الصحه والسكان دكتوره هاله زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء اخر المستجدات الخاصه بموقف في فيروس كورونا حيث تناولت الوزيره السيناريوهات المتوقعه للمواجهه الثانيه او الموجه الثانيه من فيروس كورونا حال حدوثها لافتة الى ان حدوث موجه ثانيه يرتبط بالضروره بشعور زائف بالامان لدى الناس بان الوباء قد انتهى. وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ان الفتره الراهنه مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ستشهد استمرار الاجراءات المتخذه لمواجهه فيروس كورونا محذرا من ان التزايد الملحوظ في اعداد المصابين مؤخرا يدفعنا الى الحذر ومتابعه تجديد الاجراءات الاحترازيه. ووجه مدبول في هذا السياق باستمرار مستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمه الطبيه اللازمه لهم والتجديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازيه المختلفه